رسائل حاسمة من الرئيس السيسي للمصريين: لا تنسوا شكل العشوائيات ولا تسمحوا بتكرارها. سيارات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز الطبيعي. الرئيس لوزير المالية: خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس. كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديها له. هنعمل لكم أحلى بلد في الدنيا بس إدينا مع بعضنا. الدولة لن تتهاون مرة أخرى مع البناء غير المخطط أو المخالف. السيسي للمخالفين: هتدفعوا كويس عشان نقدر نصلح اللي عملتوه. الشقق اللي بنديها للمواطنين تكلفتها 600,000 جنيه. كل أجهزة الدولة لازم تقف أمام ظاهرة المخالفات والتعديات. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.